البعض يقول أن قمر أعلى تفاؤل في الوطن العربي، والبعض الآخر ينزعج من هذا الكلام. شو سؤالك إلي بالضبط يعني؟ سؤالي، أنت أعلى؟ لا، أعلى تفاؤل الوطن العربي؟ إيه؟ لا لا جد صراحة، كبنت عراقية ممكن من أعلى الأشخاص أنا من ضمنهم، بس أكيد أكو تفاعلهم أكثر مني، أكو أحدهم فولورز أكثر مني، بس أنا من ضمن الأعلى، بس مو أعلى واحد. دقيقة، أكو بوستر بمليونين وشوية تعليق؟ هسا أنا حسابي أصلاً من ضمن أكثر 10 حسابات بالعالم بالإنستغرام عليهم كومنتس، لأن عندي بوست على قولتك بمليونين كومنت، كل بوستاتي تقريباً 100,000 كومنت، بس يعني هذا ما يقول إنه أنا أكثر وحدة تفاعل، أكيد أكو نفس تفاعلي أو أكثر. انه انا مو اشهر وحده بالوطن العربي. زين، اذا قلت لك يعني مثلا احنا قلنا ما راح نذكر اسماء ابدا، بس يعني هذا فد شيء ايجابي، اذا قلت لك مثلا تعددي الاثنين اعلى تفاعل، اذا كان ولد او بنت. مثلا نارين بيوتي اعلى تفاعل منك؟ اكيد اكيد، اقدم مني وتفاعلها اكثر. يعني هاي اول اسم جبالي، يعني ما اعرف منه بعد، بس انه من العنصر يعني الرجال. ما ادري، ما يجي اسم ببالي، بس بشكل عام انه انا اقدر اكون بالقائمه مع اكثر ناس عندهم تفاعل. تمام، بس مو اكثر وحده، بس الحمد لله يعني تفاعلي. خلينا نكون محليين، اعلى تفاعل بالعراق؟ ممكن. ممكن لو ايه؟ ممكن، لا اعتقد، ما متاكده اذا اكو حد تفاعل اكثر مني، بس انا مثلا انا ما اقارن، انا ما اتابع هوايه، انا اقارن على العالم اللي يشوفوني، اذا كان احد معلن او احد مشهور يقولوا لي انت تفاعلك لحد الان شفناه اكثر تفاعل بالعراق. فما ادري، ما اقدر اقول هسه كلمه ويجون بعدين يطلع اكو حد اكثر مني وتصير سالفه. لا هو ما تصير سالفه، انا تصريح من يمي. ايه؟ انت اعلى يعني اعلى تفاعل بالعراق. تمام، الرنج الاعلاني عند قمر، رنج عالي لو متوسط؟ احكي على محليا على العراق. على قد تفاعلي اكيد متوسط، مو كلش عالي، اكو ناس ياخذون مبالغ هائله، انا ما وصلت لهالمبالغ، وبعد يعني لساتني بدايتي ما حصل هسه للمبالغ، بس لا متوسطه. هسه هاي الامور شخصيه، بس انا ما احب احكي المبالغ يعني، بس لا ما نحكي يعني. احنا على مستوى انه الرنج ما راح نحدد مبلغ، لا اقصد انه لا بالنسبه لتفاعلي اصلا اكو ناس يقولون بالنسبه لتفاعلك قليل، يعني انا الحمد لله شايف انت حسابي كلش قوي، لا متوسطه ان شاء الله بعدين تصير هائله. تمام.